ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية؟ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية. هذا كتاب جيد ومفيد، وفيه مباحث نفيسة، خصوصا فيه الإرشاد إلى التوبة وعلاج النفس وإصلاح القلب، تحذير من المعاصي وعقوباتها، وفيه مباحث عظيمة ومفيدة. نعم، جزاكم الله خيرا. كتاب صحيح الترهيب والترهيب للحافظ المنذري. كذلك هذا كتاب جيد، الأصل الذي هو الترغيب والترهيب، هذا كتاب جيد جمع فيه مؤلفه رحمه الله وهو إمام جليل الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب، وبين درجاتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، وهو إمام جليل لم يتركها هكذا، وإنما بين كل حديث بمفرده حتى يكون المسلم على بصيرة منه. وإذا كان أحد المشايخ جاء وأخذ الحديث الصحيحة وأفردها فهذا شيء جيد، ولكن لا يغني هذا عن الأصل وهو الكتاب الذي وضعه الإمام المنذري، لا يغني عنه هذا المختصر إلا أنه يستفاد منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، هذا أيضا كتاب جيد في الجملة، وفيه تعداد الكبائر إلى أكثر من 70، وإيراد الأدلة على ذلك، وإيراد المواعظ الزاجرة عن ذلك. هو كتاب جيد في الجملة، وإن كان فيه بعض الآثار وبعض الأحاديث فيها نظر، وقد قام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله بتخريج هذه الأحاديث وبينها للقارئ. نعم، جزاكم الله خيرا.